الرسالة ديالي للسيد الوالي أن الدار البيضاء كتعاني بزاف وكتعاني بعدة مشاكل. من هذا المنبر كنوجه الرسالة ديالي للسيد الوالي باش تكون الدار البيضاء بالشكل اللي بغاها سيدنا واللي بغاها الشعب المغربي واللي بغاتها المملكة المغربية الشريفة، اللي تشرف المغرب في 2030. كاين عدة نقاط سوداء في المدينة، وتنتمنى السيد الوالي من هذا المنبر يسمع الرسالة ديالي ويكون المغرب في 2030 بكل صدق مرآة بزاف ديال الدول اللي كانوا كيقولوا المغرب ماشي هو ما يستحقش، ولكن غنبينوا لهم بأن المغرب كيستحق إلا كانت اليد في اليد، وخصنا نخدموا ونخدموا وما نتلفتوش. خاص يكون واحد البلوس، عطينا واحد البلوس للمدينه، يعني ماشي حنا بغينا نزيدوا للقدام، راه 2030 جايه، يعني حنا كنزيدوا بالقدام، يعني خاصو يزيدنا، عطينا واحد فهمتيني، يزيدنا شي حوايج زوينين اللي ما عدناش، ماشي يبقى عطينا غير الهضره. حنا كنتسناو بزاف د الحوايج يتزادوا، بما ان السياحه غتزاد وغيجيو ناس برانيين من فهمتيني اجانب، يعني خاصنا نكبروا بهم وفهمتيني، ويلقاو كل شيء كونفورتابل هنا، يعني يلقاو الترونسبور، يلقاو فين يكري ويلقاو فين يريحوا، يعني المسكن والترونسبور خاصو يكون واجد. هو هذا الرساله للوالي اللي جابوه جديد المهيديه، انه يشوف من ناحيه المقدميه ومن ناحيه المقاطعات، لحقاش شي مقدميه قويره ولاو تيجي، ولا كل شيء ولا تيدير داك الشيء اللي تيقول ليه راسه، كل شيء ولا تيدير شرع يديه، راه ولاو تنشوفوا شي العيبات راه ما يمكنش. ومن ناحيه ديال هاد المقاطعات وهادشي اللي الناس نشوفوا اخويا، راه تنطلبوا انه ربي يصلح لنا هاد الشيء هذا، ولكن تنطلبوا عاوتاني من الوالد اللي جابوه جديد المهيديه يكون عنده واحد اليد ويوقف معنا واحد الوقفه رجاليه ويصلح لنا هاد الشيء. وحنا غنوجهوا لك اخويا التحيه للوالي المهيديه، وان شاء الله انت تكون معنا ولا تكون علينا. السيد الوالي مرحبا بك وحنا فخورين بك. عندي واحد الطلب، مواطن مغربي، بغينا الله يخليك هاد الاشغال ديال الترومواي ما تبقاش معرقله لينا الشارع بزاف، تيتلقى دابا مواطر غاديين كا وفهمتي، يعني الازمه ديال الطاكسيات والازمه ديال الترونسبور هذه الاولى من واحد الجهه. وما كرهتش انا حتى بعض العربات ما يبقاوش في كازا، ما كرهتش، نخليو ديك وبنادم باش غادي يعيش، رزق الله كاينين بزاف الحوايج، لان العربة تيتسبوا لنا في الحوادث بزاف، واش فهمتي؟ اغلبيه ديال الاكسيدون في مدينه كازا تيكونوا العربات، فهمتي؟ هذه وكاينين بعض الحفاري الله يخليك اللي بغيناكم تشوفوهم، تيكون فيهم الحجار، تيكون فيهم، لان ما بغيناش يجي واحد المطر اللي غادي نعمنا به الله سبحانه وتعالى، حنا تنتسناوه باذن الله، وغادي يولي عندنا الفيضان، فهمتي؟ راه كاين، انا تنشوف القواد شنو فيهم، تنبقى غادي نشوف القواد فيهم الحجار فيهم، وما كرهناش حتى المسرح، حتى المسرح يتحل ما كرهناش. علاش؟ باش حتى هذا الشباب هذا يمشي فهمتي ويفرغ الطاقه ديالو فهادشي. والمغرب ديالنا راه زوين تبارك الله، والله يعاونكم والله يسهل عليكم، وحنا بدورنا كمواطنين تنقول لكم الله يغلبكم على من عداكم. كنوجه الرساله ديالي لهذا الوالي اللي جا جديد، ان شاء الله يدخل علينا بالخير. المهم الرساله اللي باغي نوجه وحارقاني بزاف هي انك ملي كتدخل مثلا شي جماعه ما كاينش النظام، النظام ما كاينش، هذاك مثلا هذاك الرجل الامن، هذاك السيكريتي اللي واقف تما باغي يدخل هذوك اللي كيعرف، باغي يدخل هذوك هما الاولين، يعني فهمت؟ يعني كيجي انا صاحبك صاحب الواليد هذيك كذا ندخلوك انت الاول، وكاين بنادم اللي جاي مسكين شاد الصف من الصباح وما كيدخلوش، فهمتي الرساله اللي باغي نقول؟ والرساله واحده اخرى هي ان هاد المقدميه هادو ولاو كيصاحبوا رؤوسهم بحال قلتي وزراء، ولو بغيني بحال قلتي باغي يتحكم اي واحد عدو فهمتي، بحال قلتي فرقنا على شي واحدين عصيات كل واحد باغي يضرب بديك العصيه، يعني فهمتي هاد البلاد. المهم انا غندار على كازا راه ما كاينش النظام، ونتمنوا من هاد الوالي يقدم لنا شي نظام زوين ويدخل علينا بالخير.